وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا دكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي. دكتور عمرو، بعد التحية، تصريحات رئيس الوزراء اليوم شملت ملفات في غاية الأهمية، من أبرزها الحماية الاجتماعية ودعم الصناعة. ما هي قراءتك لهذه التصريحات؟ أولاً مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهدين قنواتنا المصرية. الحقيقة بنتكلم على جولة السيد رئيس الوزراء، ويمكن مهم جدا أن رئيس وزراء رئيس الدولة القيادة السياسية بالكامل يكون عندها هذا الاهتمام وهذا الولاء لقضية الصناعة، وده بنسميه في الاقتصاد السياسي بوليتيكال ويل، أن نلاقي دولة، رئيس دولة، رئيس الجمهورية، رئيس وزراء، الوزراء بيتفقدوا، بيساهموا، بيباشروا، بيتابعوا مؤشرات التنمية الصناعية دوريا. ودي نقطة مهمة الحقيقة بتؤكد على اهتمام دولة، زي ما قلت ان في حاجة اسمها بوليتيكال ويل، إرادة سياسية لدولة تجاه هذا القطاع الحيوي. خلينا نتفق على شيء، والسادة المشاهدين لازم يكونوا معانا في هذه النقطة لأنها مهمة. كل الدول اللي حققت استدامة وحققت تنمية اقتصادية هي الدول الصناعية، حتى احنا بنتكلم على جي 7 أو الدول الصناعية، لما بنتكلم على الدول المتقدمة بنقول الدول الصناعية. لو توافقني صح في الرأي ان عمليه التقدم وعمليه التنميه النهارده مرتبطه بعمليه الصناعه، حتى التكنولوجي النهارده، التكنولوجيا والارتفيشال انتليجنس والذكاء الاصطناعي وكل القطاعات الحديثه في السنوات القادمه القليله القادمه هي سنوات بتعتمد على الصناعه ولا التحديث الصناعي. طبعا الزراعه والخدمات طبعا قطاعات مهمه جدا، لكن النهارده الصناعه اصبحت عصب التنميه وعصب الاقتصاد في اي دوله. لكن احنا يهمنا كمان نعرف ان اهتمام الدوله بالصناعه ده نتيجه ان الصناعه في مصر بتمثل حوالي 17-18% من الناتج المحلي، وبتوظف 30% من اجمالي القوى العامله اللي موجوده في مصر، يعني حوالي 2.5 او 3 مليون عامل. عندنا حوالي 39 الف منشاه، دي ارقام كبيره، بنتكلم في ملايين، بنتكلم في بنيه تحتيه مهمه جدا. وبالتالي طبيعي جدا ان دوله رئيس الوزراء يتفقد دوريا، وشفنا حتى مش بس رئيس الوزراء، شفنا حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي دوريا بيفتتح، لا فقط يتفقد لكن يفتتح مشروعات صناعيه عملاقه، لان النهارده السباق الدولي للتنميه وللاستدامه في الدول هو سباق الصناعه. نعم. عشان كده مش غريب ان القياده السياسيه ممثله في دوله رئيس الوزراء او حتى السيد رئيس الجمهوريه يكونوا على متابعه كثيفة ودورية وحثيثة بالوضع الصناعي في الدولة، لأن الأرقام اللي أنا قلتها 15% من الناتج المحلي، 3 مليون عامل، 30% من القوة عاملة، دي أرقام كبيرة جدا. ويمكن راجعني أنا أخطأت لو تفتكر إن إحنا النهارده وصلنا بحجم الصادرات المصرية ل 30 مليار أو 32 مليار بالتحديد، وطبعا ده كان حلم. احنا كنا بنتكلم في 10-12-15، النهارده وصلنا ل 32، الدولة بتتكلم في 50، السيد الرئيس اتكلم على حلم ال 100 مليار دولار، وده رقم مهم. ليه؟ لان احنا في مشكلتنا طبعا، هتوافقني في الراي والقلم ده مش خايفين، احنا ازمه الدولار هي الازمه الرئيسيه اللي تواجه مصر ودول كثير. احنا محتاجين ان احنا يبقى عندنا صناعه، صادرات، صناعه قويه تقدر تصدر وتقدر تخترق الاسواق الدوليه علشان تجيب لنا عمله صعبه تقدر انها تغذي القطاعات الصناعيه والقطاعات الاخرى في الدوله. ومن هنا اهتمام الدوله المصريه والسيد الرئيس مش بس بقطاع الصناعه، ودي نقطة مهمة لأن البعض مش فاهم هذه النقطة، إن لما الدولة تنفق مليارات ومليارات من الأموال على البنية التحتية اللي الناس بتقول لك مشروعات قومية وبتجيب إيه وهتجيب إيه وإمتى هتجيب إيه، النهاردة لما أنفق هذه الأموال على البنية التحتية هو ده اللي هيجيب الاستثمار، وهو ده اللي هيجيب المستثمر، وهو ده اللي هيجيب تطور عندك في صناعة، لأن المنافسة موجودة. وخلينا نتكلم بصراحة، المنافسة موجودة عندنا بدون ما اقول اسم دول، لكن المنافسه موجوده في دول قريبه منك وبتحقق انجازات. نعم. وتحقق تطورات. نعم. فاحنا النهارده لو ما كناش في هذا السباق على درايه كامله بان احنا محتاجين يكون في متابعه، محتاجين في استثمارات، محتاجين يكون في بنيه تحتيه مصريه قوميه متطوره، مش هنقدر مش ندخل هذا السباق، مش هنقدر حتى نقدر نكون جزء من هذا السباق الدولي العالمي الشرس اللي موجود حاليا على مستوى العالم. نعم، الدكتور عمرو صالح، استاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، شكرا جزيلا لك.